يسعد مساكم مشاهدينا عن جديد. يعني يا ورد، يمكن حكينا عن الجانب النفسي، عن العصبية، عن كذا، ولكن ما فينا ننسى كمان يمكن الجانب الصحي بهذا الموضوع، يلي معظمنا بأول ما بنشتكي من شوية وجع بالبطن أو عسر بالهضم أو حتى قلق مثلا قبل النوم. غالبا شو بيخطر عبالنا أول شيء نساوي هي كاسة نعنع أو يانسون مثلا وغيرها من الأعشاب الطبيعية. وطبعا توصيات الأمهات بتوقف على قولة اشربوا زهورات ساخنة أحسن من هالمشروبات يلي ما لها طعمة. تماما، هي الجلاب الصناعي، عرق صوص الصناعي، التمر الهندي، هدول اللي منحلهم بظروف وبمي، وقال على أساس هذا عصير طبيعي. كرمال هيك اليوم رح نحكي عن موضوع شو ممكن نتناول بين الإفطار والسحور من الأعشاب لحتى نحن نكون مرتاحين بدون نفخة، بدون تلبك معوي، بدون أمور تانية. بس قبل بدي أذكركم إنه فيكم تدقولنا على الرقم 93429342 من داخل دمشق، ومنحط قبله 011 إذا كنا عم نتصل من محافظة سورية تانية، 011-93-42 كرمال نعايدكم، نشوف شو عم تعملوا برمضان، وتطرحوا تساؤلاتكم على ضيفنا خبير الأعشاب الأستاذ ياسين قداح. أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. رمضان كريم، وكل عام وانت بألف خير يا رب. انتم بألف خير المشاهدين جميعا، الله يسعد مساكم، ينعاد عليك بالخير والصحة والسلامة. يسعدكم يا رب. يعني بداية، إذا بدنا نحكي عن موضوع الأعشاب، هو فعلا موضوع كتير مهم، وخاصة أنه أيام زمان ما كان في شيء اسمه أدوية، ما كان في شيء اسمه يعني تطور قدر المستطاع، فكانوا أهالينا من زمان يلجأوا للأعشاب وللوصفات الطبيعية. ولكن بوقتنا هلأ الحالي كمان في طلع كتير من الأطباء اللي عم بيحكوا عن أضرار الأعشاب إذا اتاخذت بوقت غير مناسب أو لشخص مو مناسب ممكن يعاني من مرض. فهذا الموضوع صار عم بيسبب كتير من اللغط. خلينا نعرف الفرق بين الأعشاب الطبيعية، مين اللي ممكن يقدر ياخدها، وكل شيء مسموح بما معناه فينه يشرب أي شيء لأي حالة، مثل ما ذكرنا وأمهاتنا كمان كانت قلنا وجعك بطنك خذ زهورات. فخلينا نميز بين هدول القصتين ونعرف نحدد عن جد إمتى فينا ناخد هذا الشيء وإمتى لا. طبعا بالنسبة للمعلومة اللي طرحها الأستاذ ورد لما قال اشربوا زهورات، بس ما كمل المعلومة لما قال الشيء اللي إذا ما نفعك ما بيضرك، هي كمان قاعدة كمان أمهاتنا، يلا إذا ما نفعت ما بتضر. هي القاعدة الخاطئة اللي احنا لازم نبدأ منها من الانطلاق، انه في الأعشاب إذا ما نفعت أكيد بتضر، أكيد يعني، وأكيد بتعمل مشاكل، وممكن تؤدي لمرضى الضغط، لمرضى السكري، ممكن تؤدي إلى دخول مشفى، تقرحات معوية أو معدية. والمشاكل أهم شيء الضغط والسكر، يعني عندك اليانسون خافض قوي للسكر خاصة بأيام الصيام، وعندك العرق السوس وبعض المنبهات اللي بترفع الضغط كمان نفس الشيء. لمرضى الضغط احنا ما فينا ناخذ الأعشاب بشكل عشوائي. طيب ليش قبل كانوا يعني ما ينتبهوا بجوز لهالقصص؟ ما كنا نسمع يعني امهاتنا ايام زمان انه انت معك ضغط، معك قلب، معك سكري لتاخذ هي العشبه. بنعرف انه النعناع يلا للكل بيمشي الحال، اي حدا وجعه بطنه كذا، فش ليش شو اللي صار هلا لحتى عم نقول هذا الكلام؟ اتوقع كانت التحويجه او الخليط العشبي اللي كانوا يستعملوه اللي فيه اجزاء بسيطه من خلاصات عشبيه او مجموعات عشبيه هي اللي كانت ما تخلي الإنسان يصل لهذه النقطة. تمام، شيء بيشيل شيء. توليفة. تماما. بالضبط، توليفة الأعشاب الشامية يعني أو الزهورات الشامية. أتوقع هذا هو. وكان النعنع ينعطى هو بشكل أساسي مثل ما تفضلتي أستاذة بشكل عام، يعني لكل مريض أو لكل مشكلة بالبطن أو مشاكل هي ما في لها أعراض جانبية لحد ما إذا شربت بحدود المعقول كنعنع إحنا بنحكي. تمام. ولكن احنا يعني المفروض مائدة الإفطار ما نقتصر على المشروبات مثل ما ذكر الأستاذ ورد والعصائر والشغلات، نركز على البهارات والتوابل من ضمن الأكل لنستفيد، يعني مو ضروري نعمل كاسة الأعشاب. تمام، يعني هاي كاسة الأعشاب الله يعينها ويساعدها، بعد وجبة دسمة انزلي بمعدتي وعملي عمايلك ما بتقدر تعمل يعني شيء صدقوني. رح ناخذ أول اتصال. تفضل. صارت الست أم وليد معنا، مساء الخير، رمضان كريم. ست أم وليد مساء الخير، من وين متصلة؟ ألو، من دمشق. مساء الخير ست أم وليد، رمضان كريم، تفضلي، حابة تحكي شيء، حابة تطرحي سؤال باختصاص الضيف، نحن عم نسمعك، تفضلي. هلا بلشت اسمع صوتي من التلفزيون تبع الست أم وليد. أول شغلة بدنا نعملها إنه نوطي صوت التلفزيون. طيب
بتمنى من كل المتصلين ان كان الست ام وليد الكريمه وان كان كل المتصلين لاحقا يعرفوا انه في شيء اسمه ديلي لبين ما توصلنا الاشاره ولبين ما تطلع على القمر الصناعي وتوصل للريسيفر تبعكم، فما معقول تنطرونا لتسمعوا صوتكم من التلفزيون. شو سؤالك؟ الو. طيب ثامن مره الو. مساء الخير، رمضان كريم. اوكي شكرا جزيلا، يعطيك الف عافيه. ما حبت السيره، هذا الشرح البسيط ما حبته الست ام وليد. طيب خلينا نتابع معنا بموضوعنا يلي عم نحكي عنه. نعم. هلا لنحدد اكثر ونقدر نستغل الوقت قدر المستطاع. نعم. مشكله عسر الهضم. نعم. يلي عم بتواجه اغلب الاشخاص بعد الافطار، كيف ممكن نعالجها؟ يعني الوجبة الدسمة اللي حكى عنها الأستاذ ورد، يعني بدها معدة ملبسة بالفولاذ أو مغلفة بالفولاذ لتقدر تهضمها، تستوعب شو عم يصير، تستوعب العصير واللبن والشوربة والسلطة واللحمة والبطاطا والبقوليات. طبعا احنا بنحكي بشكل عام، في أضعاف من هاي الحكي اللي أنا بحكيه موجود على المائدة وبدي أكل منه كله دفعة واحدة، ما بينفع. يعني أنت تخيل هدول خارطهم بصحن واحد، يعني تتقبل نفسيا؟ اتركهم بسطل صغير لمدة نص ساعة وارجع لهم بعد نص ساعة فورا. شو صار فيهم استاذ ورد؟ فورا خلطهم بصحن يتفاعلوا. لا تقبلهم نفسيا، ما فيك تتقبلهم نفسيا. شوربة مع السلطة مع الطبخة. طيب. تمام. طيب لا معلش، خلينا نرجع ناكد لهذا الموضوع. في اشخاص صراحه ما كثير قادره انه تفصل هيك بين الاطعمه، تقدر تفهم كيف لازم تاكل، تفهم جسمها كمان، ولكن في حال صار عندنا هي الحاله ان كان من نفخه او عسر هضم او ممكن احيانا امساك، شو هي المشروبات الخفيفه نوعا ما يعني ممكن الشخص يتناولها بدون ما تسبب له مشاكل وممكن تريحه تعطيه هيك شويه راحه يعني؟ تمام. احنا رح نحكي على سؤال حضرتك اللي هو استعمال النعنع مع اليانسون مع الشمرة مع عصير الليمون مع بعض. امتى بيتاخذوا وكيف بيتاخذوا؟ بعد الاكل مباشرة. بعد الاكل مباشرة. النعنع بيساعد على التخلص من عسر الهضم، الشمرة واليانسون مهدئ للكولون والنفخة، وجود الليمون مهدئ عام ومنشط للعصارات الهضمية لنتخلص من هاي الإرهاق اللي بيجينا بعد الفطور. تمام. إيه. فلازم قديش قادر يحسن هذا الموضوع؟ يعني لنقول 100% قديش ممكن الواحد يرتاح عليه؟ من 40 إلى 70 على حسب كتلة الجسم، حسب شو آكل كمان، حسب شو آكل يعني تقريبا. وفينا إحنا يعني نستعيذ كمان، يعني نخليها تصل ل90% بوجود الكركم. تمام. الزنجبيل مع الطبق طبعا بيرفع المناعه جدا الكركم، اذا رشينا مضاد اكسده واس يعني ما له مثيل. تمام. عن جد. والنوع يعني ما بيمنع صحن من السلطه الخضراء مثل خلينا نقول الهندبه الخس الفرنجي اللي بسموها المره. وما بي يعني صحن من السبانخ الهندبه كمان، يعني ضروري يكون الاكل كله دسم، ضروري يكون الاكل كله مو شرط. هلا الله يعين العالم ويعيننا معه يعني، معهم يعني ما احنا يعني كل يوم حتى الشوربه استاذي يعني مشكله على القولون وبروتين نباتي يعني كمان مو صح يعني. صح. هذا الكلام يعني في ناس عندهم سكري وكمان بدهم يصوموا، سمح لهم الطبيب يصوموا. نعم. في ناس عندهم قرحه معديه، عندهم. نعم. قرحه بال12. نعم. عندهم قولون عصبي او قولون تحسسي. بالضبط. كمان لازم ينتبهوا. نعم. في شيء بنشربه قبل السحور عشان يخفف القرقعه اثناء الامساك للصوم، يعني بس بلشنا صوم نحن بنحس بتلبكات معويه كثير. نعم. شو الحل؟ التفريغ. تمام. خضخضه بداخل الامعاء. نفس الكاس الزهورات اللي بناخده احنا مساء بنقدر ناخده كمان قبل بعد السحور مباشره، نفس الكاس اللي بناخده بعد الفطور بنفس الطريقه تماما، كوب مقدار 100 ملي بنحط عليه الاعشاب هاي اللي ذكرتها انا مجتمعه بمقدار ملعقه متوسطه او معلقه السكر. تمام. حلو. طيب حكينا عن بعض الاعشاب اللي ممكن تريح الصائم، في اعشاب ممكن مثلا تزعج الصائم؟ يعني شو هي الاعشاب اللي بنقول الصائم يبتعد عنها خلال شهر رمضان الكريم؟ في هيك شيء ولا على حسب مشاكل المعده والقولون؟ يعني عندك البصل اذا اكلوا ني مثلا، اذا كان في وجبه دسمه بتحتاج البصل الني او البصل اليابس واكلوا غير مطبوخ الاخضر او اليابس المقصود او الثوم ممكن يسبب مشاكل بالمعده. ممكن بعض الاكلات اللي فيها شوربه البقوليات بشكل عام ممكن تؤدي للنفخه وممكن تعمل مشاكل. انواع العصاير اللي عم يشربها، كثره شرب المي
كثرة شرب المي مع الصيام بتؤدي لعطش كبير وممكن تعمل مشاكل اللي هي عدم يعني هضم الطعام, هضم بشكل, الطعام جيد. بشكل جيد, ومشكلة ممكن تكون كلوية, صح, تمديد عضلات الهضم, عم تعطي مي بشكل مو طبيعي يعني, صار اوفرلود على الكلى. نعم, معنا اتصال. الو, محمد من اللاذقية, مساء الخير محمد. مساء الخير, رمضان كريم. أنا مستغرب كيف عم يسمعونا, نحن ببين بسماعة مشاهدينا إنه مستمعينا أو مشاهدينا عم يسمعونا وصوتنا عم نسمعه من تليفونهم أو من تلفزيونهم, بس ما بعرف ليش ما عم يتجرؤوا يحاكونا. والله نحن حبابين, بالعكس منتبارك فيكم, من رمضان عليكم, من عايدكم. طيب هلا معنا علي, مساء الخير يا علي. علي عم تسمعنا؟ يبدو في مشكلة يمكن بالاتصالات, بدنا نطلب من المهندسين يتابعوا لنا الموضوع. نرجع لنقطة, علي عم تسمعنا؟ الو الو, مساء الخير. اهلا, مساء النور. كيفك يا علي؟ رمضان كريم. رمضان كريم. من وين عم تحضرنا؟ من حلب. من حلب, تحياتنا لكل اهالي حلب. عندك سؤال يتعلق بالاعشاب او المشروبات العشبيه او ممكن هيك الاضافات الطبيعيه, حابب تستفسر عنه؟ اول شيء دخيل الوش الحلو استاذ ورد, شو حلو, شو الله يخليك. هي من حلب خيو, خلاص تربح معنا, يا ريت عم نربح, يا ريت في جوائز عم نربحك. من وين من حلب؟ طيب في مشكله بوصول الصوت. طيب شكرا يا علي, علي كان اسمه صح؟ علي. شكرا يا علي. رح نرجع لقصة ذكرت سارة انه في اعشاب بتضر اذا اخذناها فعلا, وفي ناس ببلشوا وجبة الافطار عن جد, ويمكن سارة بتعرف بالنسكافيه طبعا بثلاثة بواحد بفنجان القهوة, او حتى ما بيقعدوا على مائدة الافطار الا ليكون بريق الشاي الخمير والفطير عم يغلي. قديش صح وقديش غلط هذا الموضوع؟ صح وغلط كيف؟ شاي الأسود والشاي الأخضر والقهوة الداكنة النسكافيه من محفزات الهضم, ولكن بعد الإفطار. هاي بدنا نحكي على معدة فارغة ممكن يعمل قرحة, يعني 50 ميلي, مو المق ال 200 ميلي طبعا, يعني فنجانين قهوة, ولكن بعد الإفطار, يعني بعد ما ياكل. بعد الإفطار أكيد. بعد الإفطار مو أقل, يعني مو أقل من ربع ساعة أو لنصف ساعة, وإذا ما في رشفات من بعد الإفطار مباشرة تشري بطنك بكاسة شاي بعد. بالضبط بالضبط. أو القهوة. طيب شو هي الأخطاء يعني اللي ممكن يرتكبها الشخص أثناء تحضير الأعشاب بالبيت مثلا, وهي الموضوع ممكن يسبب كمان مشاكل يعني للغير مختصين بهذا الموضوع, لأنه أكيد ما هو موضوع صحي في حال ما كان في استشارة. لا, لازم يكون في طريقة معينة عم بيتم فيها تحضير هاي الأعشاب. نبلش من تجفيف الخاطئ بالشمس إذا كان هو عم يجني الأعشاب, حفظه بمرطبان وهي فيها رطوبة تؤدي إلى تعفن, وجود عفن, واحنا بنصير نشرب هذا العفن. غلي الاعشاب بدل ما نخمرها تخمير, اغليها البريق خلوه يطلع خمير, لا ما في داعي تغلي. اغلي المي وغطي, وغطي ربع ساعه, لانه فعلا في اشخاص بتغلي يعني بتحط العشبه والاعشاب وغلي يغلي, وفي اشخاص بتقول لك لحتى يستفاد اكثر. قاينه مده نصف ساعه وحابه تشربي حار, صفيه ورجعي المي الصافي وصليها لدرجة الغليان بدون وجود العشبة. تمام, قديش هاي النصيحة مهمة. هاي اللي بيقولوا علينا خمير وفطير. نعم. بيفرقوا الشاي المكثف جدا. نعم. عن الماء المغلي. نعم. بيصبوا شوي بالكاسة وبعدين بيزيدوا ماء مغلي. بالضبط. بدك بالضبط تمدد, وهذاك الشاي بيكون صار له يومين. أوكي. شكرا جزيلا. الله يسعدك. يعني حببتنا بموضوع الشاي الخمير والفطير. الله يسعدك. نروح لقصة الأطفال, قديش نحن صح أو غلط كمان نعطيهم أعشاب بشكل اعتباطي. نعم. خاصة المرضعات يلي بتقول لبنتها شربي ابنك يانسون بينام, شربي مثلا منقوص, شربي كمان نعنع عقليله شوي أصاص. وبالببرونة يعني, فنحن ما بنعرف هذا صح. الموضوع صح. هلا شوف, بالنسبة لهي الحالات ممكن دكتور الأطفال هو اللي يوصفها. تمام, هاي أولا. ثانيا, في شيء قبل استعمال هاي الشغلات داخليا للرضع فينا ندهن الزيوت, زيت الشمرة, زيت اليانسون على البطن, تنيم الوطن الطفل بشكل مائل على بطنه, على بطنه بشكل مائل
على بطنه لمدة 5 دقائق بخفف من هاي الحدة اللي موجودة بعسر الهضم. وبعدين بالنسبة للزهورات نفس الطريقة بدون سكر اللي هي تخمير اليانسون أو الشمرة لعسر الهضم، هاي ضروري يوصفها الدكتور. ممكن يكون في مشكلة هضمية تسبب إلى إسهال دائم أو إلى جفاف، فما فينا نحن نحكم على الطفل شو المشكلة اللي موجودة عنده ونعطيه وصفة لازم يشوف بهذا العمر ضروري. وبيجي الأعشاب داعمة ومساعدة للموضوع، والدكتور أكيد رح يوصفها يعني. طيب هلا نحن لما حكينا عن موضوع الجوع يعني بدنا نرجع شوي للصائم هلا حاليا، وحكينا شو الأعشاب اللي ممكن تخفف من حالة عسر الهضم اللي ممكن يحصل بعد الإفطار، ولكن أيضا هل في أعشاب موجودة بيقدر الصائم ياخذها للتخفيف من العطش، من الشعور بالعطش مو بس إنه بعد الإفطار؟ في شيء ممكن يشربه، في شيء خلطة ممكن يعمله لحتى ترويه؟ يعني بنسمع مثلا إنه شرب كاسة لبن قبل الفطور، قبل السحور عفوا، بتعطيك طاقة وبتشعرك بال يعني بترويك خلال اليوم. هلا اللبن الطازج الحلو وليس الحامض أو اللي صار له فترة رائع جدا، عصير الموز أو حبة من الموز تفي بالغرض، أكل التمر 3 ل7 حبات مع السحور، شرب عرق السوس المشغول يدويا لغير مرضى الضغط يفي بالغرض ويخفف من العطش أثناء الصيام، وشرب المياه من فترة الإفطار لفترة السحور بحسب كتلة الجسم، ونفرض وزن 70 كيلو بيحتاج للترين لترين وربع بهاي الفترة يشربها على فترات متقطعة، مو يشرب كاسة والباقي مع السحور طبعا. يعني الكل بصير معه هاي الحالة تبع قبل السحور يلا بيمسك القنينة المي الكبيرة وبيفكر حاله جمل. نعم ما في أماكن تخزين بجسم الإنسان أبدا أبدا. طيب أم أحمد بلليش سامية الجزائري الفنانة القديرة كانت بتقلها لأم تيسير لما بتجي لعندها، عندي شبشيل درة من السنة الماضية مخزنتهم، أعطيكي شوي. عن جد فينا نخزن لسنة وسنتين بعض الأعشاب وبعض الشغلات اللي بدنا ننقعهم ونشربهم؟ كيف الطريقة المثلى للتخزين؟ تخزين الأعشاب بالطريقة المثلى بعد التجفيف أستاذ ورد والمستمعين جميعا، نحفظهم بقطعة من القماش أو كيس من القطن يشابه كيس الأرز كيس الخيش، تنحفظ العشبة لمدة حول واحد فقط سنة. بعد السنة تنخفض نسبة الزيوت الطيارة إلى 30%. تخيل النسبة يعني اللي راح ينخفض فيها زيوت الطيارة والفائدة فتستهلك خلال سنة. وبما أنك ذكرت يعني شبشيل الدرة، شو هدول شبشيل الدرة؟ في شيء هيك اسمه عن جد ولا بس بالكوميديا؟ ولو استاذ انا عن جد انا لفتني يعني انا كنت عم استنى هالسؤال. ايه شو شبشيل الذرة؟ الشعر الذرة اللي موجود على الذرة النية يستخدم اول شيء مطهر للطرق التناسلية والبولية بالنسبة لمشاكل الترسبات والرمل الخفيف، زائد اذا في التهابات بسيطة بيعالجها مع وجود عيدان الكرز. يعني كمان جايين احنا على موسم الكرز فمنجفف عيدان الكرز، فرصة ممتازة جدا. يعني نحن بشكل عام أهلينا ما شاء الله ما بيكبوا شيء، يعني كل شيء له طريقة أو استخدام أكيد. إذا بدنا نعطي هيك نصائح أخيرة بعد هالفقرة والحديث، نصائح مختصرة للمشاهد اللي عم بسمعنا هلا، الابتعاد عن الأصهار والمشروبات الغازية والاعتماد على الشيء الطبيعي، لو بس المي ومنقوع التمر مع الفطور على حسب قدرة الإنسان اللي قادر يعملها، هاي أولا. ثانيا التأني بفترة الإفطار، يعني يشرب الشوربة السلطة ويبلش بالأكل أول بقدر الإمكان، إحنا ما فينا نحكم على حدا، كل واحد عنده طبيعته. اللي قدر يصوم 14 ساعة قادر إنه يخلي فترة الفطور ساعة لربع. حلو يعني جدا فعلا ما ضل غير نتشكرك، شكرا كثير لإلك. الله يسعدكم يا